بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي وبنات وطلاب الصف الأول الثانوي، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء اللي بنستعرض فيه امتحان على مقدمة اللغة الفرنسية اللي بدأنا فيها من فترة وكانت بحمد الله موفقة. وأكيد طبعا الطالب اللي خد معانا وصل إلى إن هو بيعرف دلوقتي يترجم جمل إلى حد ما، ينطق جمل وبيعرف كمان يكتب جمل. والنهاردة إن شاء الله مع هذا الامتحان ونبدأ على طول على بركة الله. بسم الله، بقول لي هنا لي سي دوكيمون بوي شوازي لو بون جروب، بمعنى اقرا هذه الوثيقه ثم اختار الاجابه الصحيحه. بونجور يعني صباح الخير. جو مابيل عمر، انا اسمي عمر. جو سوي ان غارسون، انا بكون ولد. Je suis égyptien. أنا بكون مصري. Je de stylo عندي ألمين. Je vais à Alexandrie. بذهب إلى الإسكندرية. Le vendredi. يوم الجمعة. J'aime le printemps. حب الربيع. J'ai un père. لدي والد. Il s'appelle محمد. اسمه محمد. Il est docteur. هو بيكون طبيب. J'ai une mère, عندي أم. Elle s'appelle علا، اسمها علا. Elle est prof، هي مدرسة. J'ai deux sacs à dos، عندي حقيبتين أو شنطتين. دي كانت القطعة بتاعتنا، وياريت نسمعها مع بعض تاني كده عشان برضو نتقن النطق كويس. بقول لي بونجور، جو مابيل عمر. Je suis un garçon. Je suis égyptien. Je de stylo. Je vais à Alexandrie le vendredi. J'aime le printemps. J'ai un père, il s'appelle Mohamed. Il est docteur. J'ai une mère, il s'appelle Ola. Il est prof. J'ai deux sacs à dos. دايما القطعة الأولى بتكون إجابتها عبارة عن أسئلة اختيار. ولو احنا طبعا بدأنا بالسؤال الأول، بقول لي عمر، عمر عنده نقط. طبعا واضح ان هو عنده كام حقيبة، عنده 2 على حسب القطعة. السؤال التاني بيقول لي عمر ايه، يعني بيكون طبعا هو ان غارسون. محمد ايه، محمد بيكون ان بروف ولا ان بروف ولا امبير ولا ان في، طبعا هو والد ومش مدرس، يبقى هو بيكون والد او اب. رقم 4، بقول لي في رقم 4 علا اي فرانسيز ايجيبسيين دكتور امبير. طبعا علا بتكون بتكون ايه بقى، بتكون ايجيبسيين مصرية. علا بتكون ايجيبسيين مصرية. القطعة التانية بقول لي بونجور لي زامي اي لي زامي. جو مي بريزونت، جو مابيل ليا. جي 27 ans. Je suis française. Je vis à Paris le samedi et le lundi. J'ai 3 garçons, Lido, Léo et Adam. J'ai 10 amis français. تعالوا نشوف المعنى مع بعض. بقول لي اهلا او مرحبا او صباح الخير على الاصدقاء والصديقات. Je me présente، بقدم نفسي، اسمي ليا، عندي 27 سنة، انا بكون فرنسية، بذهب إلى باريس يوم السبت ويوم الاثنين، عندي 3 أولاد، ولد اسمه ليدو وليو وآدم، عندي صديقات فرنسيات. السؤال الأول بقول ليا إيه، ليا تكون طبعا واضح إنها فرنسيز. ليا فا بتذهب، ليا بتذهب إلى باري، طبعا معروف إن هي لو سامدي لولاندي، يوم السبت ويوم الاثنين. السؤال رقم 3 بقول ليا ليا عندها نقط اون اعوام، طبعا عندها 27 سنة يبقى 27 اون. ليا عندها 3 غارسون، 3 اولاد. السؤال اللي بعد كده هو المواقف، وده يا ريت نركز مع بعض جدا. السؤال المواقف ده بيكون عبارة عن مواقف باللغة الفرنسية زي ما انت شايفه كده، لكن في حاجة اسمها مفاتيح اجابة المواقف. لما تيجي تجاوب موقف مطلوب منك تبص للموقف في بداية الموقف ونهاية الموقف، يعني الموقف بدايته ايه
ونهايته ايه. بداية الموقف مثلا لو فيها فعل دي مون دي يسأل، يبقى انت مبدئيا عاوز سؤال. لو في بداية الموقف فعل سانفورمي بمعنى يستعلم عن او يسأل، يبقى انت مبدئيا كده عاوز سؤال. يبقى الاتنين دول كده من الملؤوم في الموقف، او لو حتى متصرفين مع فاعل، انا اسأل انت تسأل صديقك يسأل او يستعلم عن، فانت كده مبدئيا عاوز سؤال. اما لو كان بداية الموقف انفورمي في بداية الموقف يعني تخبر، او تديكري بمعنى تصف، او تصالي بمعنى ترحب بي او تحيي، او تبريزونت تقدم شخص، او تي تبريزونت انت تقدم نفسك، او تي تو اكسكيز بمعنى انت تعتذر، انت تعتذر. في الحالة دي بقى، بس نصغر الشكل شوية كده عشان نعرف نظبط الكلام معاكم. بقول دلوقتي تي تي اكسكيز بمعنى انت تعتذر، و تي ريميرسي بمعنى انت تشكر، تي بارل انت تتحدث. زي ما قلت لكم من شويه كده، ان تسال او تطلب او تستعلم عن او تسال، ده بيبقى الموقف كده مبدئيا عاوز سؤال. انما كلمه تخبر او تصف او تحيي او تقدم شخص اخر او تقدم نفسك او تعتذر او تشكر او تتحدث، فكل ده كده بيبقى محتاج إجابة، يعني جملة خبرية مش سؤال. طب أنا شفت بداية الموقف لقيت مبدئيا عاوز سؤال، أروح بقى على طول على نهاية الموقف. لو لقيت في نهاية الموقف تي دي يعني أنت تقول، أو كيسكو تي دي ماذا أنت تقول، يبقى ده معناه أن أنت عاوز سؤال. ولو لقيت برضو أون دي يعني أنت بتسأل عن حاجة، وبعدين لك أنت بتقول أو ماذا تقول أو يقال، فده معناه انك عاوز سؤال. مثلا بتسأل واحد عن، تسأل عن تاريخ اليوم سواء بفعل دي موندي او فعل سان فورمي. دي موندي يعني يسأل، وسان فورمي بمعنى يستعلم عن او يسأل. اذا انت كنت لقيت بداية الموقف في حاجة من دول، فروحت نهاية الموقف لقيت انت تقول او ماذا انت تقول او يقال، يبقى انت كده عاوز سؤال. مثلا بتسأل صديق عن تاريخ اليوم، أنت تقول أو ماذا تقول أو يقال، هقول ما هو تاريخ اليوم. ولو بتسأل عن اليوم هتقول برضو نفس الكلام، ما هو تاريخ اليوم أو اليوم. إنما لو بقولك أنت بتسأل صديق عن أي حاجة وبعدين قالك هو قال يعني هو يقول، كده عاوز إجابة، عاوزك تقول هو قال إيه، ردوا عليك كان إيه يعني. برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن نستفاد بها في المواقف، كلمة في الصباح اللي هي لو ماتان، وكلمة المساء اللي هي لو سواغ، وكلمة صحتك تا سونتي، وكلمة اسمك تون نو، وكلمة لأجل أو لكي بوغ، وكلمة يودع صديق بوغندق ونجي. إذا تعال نشوف بقى كده مع بعض مواقف ونجاوب عليها. يلا طبعا عنوان السؤال بيقول لي كيسكو أون بي دير، ماذا نقول، ماذا نقول في المواقف التالية. واحد، تي باغل دو تون نو، تكلم عن اسمك. كيسكو تي دي، ماذا تقول؟ اقول له جو سوي ان غارسون، انا بكون ولد، ولا اقول له جو مابيل جان، اسمي جان، ولا اقول له جو دي زامي، عندي اصدقاء، ولا اقول جو في او سينما، بذهب الى السينما. لاحظ ان انت بتتكلم عن اسمك، هقول له جو مابيل جان، اسمي جان. السؤال التاني بقول تي بارل دو لا دات، كيسك تي دي، تتكلم عن التاريخ، ماذا انت تقول. طبعا بتكلم عن التاريخ مش بسأل، يبقى بتقول ايه، اقول مثلا نو سوم لو دو مارس فانت فان او 2020. الموقف التالت بقول تي دي موندي لا دات، كيسك تي دي، انت بتسأل عن التاريخ، ماذا انت تقول. تسأل عن التاريخ هتقول ايه، غالبا انت بتسأل وانت ماذا انت تقول، يعني سؤالك ايه. اذا انا عاوز سؤال، والسؤال هيكون كيلي لا دات، ما هو التاريخ. تي سالي لو بروفيسور لو ماتان،
تحيي المدرس في الصباح، ماذا تقول؟ طبعا في الصباح بحيي المدرس، يعني مش بسأله ولا حاجة. يبقى أقول له بونجور مسيو، صباح الخير يا مسيو. ده كان مجموعة المواقف اللي معانا، وده كانت فكرة المواقف. ننتقل إلى سؤال القواعد، وسؤال القواعد بيقول، ننتقل الآن إلى سؤال القواعد، وسؤال القواعد بيقول، طبعا كاختياري برضه بقول لي جينات ساك أدو شنط. بما ان كلمة ساك جمع يبقى ناخد كلمة دو. النقط أبل أروى، يبقى أقول السابل هي تسمى أروى. ثلاثة بقول نو نقط إيجيبسيان، الإجابة هتكون نصهم. أربعة بقول جو نقط شي أندري، يبقى جو في شي أندري. نقط سابل عمر يمنى، طبعا عمر ويمنى دول جمع مذكر، يبقى إل أفيك إس جمع مذكر. صار رقم ستة بقول آلي إي نقط صوم أ ألكسندري، هتبقى آلي إموا علي وأنا. طب عرفت من إنها علي وأنا لأن الفعل متصرف مع الضمير نو. صار رقم سبعة بقول آدم آسيز أون، آدم عنده 16 سنة. هل آدم عنده 16 سنة؟ فقال له نعم. إلى كلمة 16 في دول هتبقى كلمة سيز. سؤال أخير بقول لي أكتب إكري، يعني أكتب إكري دو كانز أفان مو، اكتب من 15 إلى 20 كلمة. بون سي سوجي في هذا الموضوع، أوني تيلي زولي زيلي مو، مستخدما العناصر التالية: بيغوزون تطوا، قدم نفسك، مستخدما فعل سابلي، غارسون، إليف، ساكادو، مستخدما فعل يسمى، كلمة ولد، كلمة تلميذ، كلمة شنطة ظهر. طبعا أنا هاخد دول كده وأكتب جمل، أقدم فيهم نفسي، أقول جو مابيل فلان، أقول جو سوي أنا بكون أن غارسون، أقول جو سوي إليف أنا بكون تلميذ، أقول أنا بملك شنطة جي أنا عندي أن ساكادو. وبكده نبقى احنا انتهينا من هذه الجزئية، وإن شاء الله في لقاءات أخرى نلتقي إن شاء الله. وده كان تمهيد بقى للبداية في منهج أولى ثانوي. أشكركم وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.